مدة 4 أيام متواصلة دبي تستضيف صناع الموضة والأزياء من مختلف العالم ضمن فعاليات فاشن فورورد، حيث ستشارك فيه عدة علامات الأزياء متنوعة، طبعا تتمثل ب 25 علامة و 25 مصمم. أيضا إلى جانب عروض الأزياء، هناك الكثير من الفعاليات المرافقة اللي تتيح لمصممي الأزياء التعريف بتصاميم الموسم بطرق متعددة، كما تتيح أيضا للحضور رؤية ومتابعة أحدث أفكار الأزياء بطرق مبتكرة. للحديث عن فعالية فاشن فورورد تنضم إلينا ميثاء السويدي، مديرة إدارة تطوير الأعمال في حي دبي للتصميم، والذي سيكون لأول مرة مشارك في هذا الحدث. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. أهلا، صباح النور. بداية خلينا نتكلم عن التعاون بين حي دبي وفاشن فورورد. طبعا تعاوننا احنا في حي دبي للتصميم مع فعالية فاشن فورورد اللي تبدأ اليوم في مدينة دبي، عبارة عن ترسيخ. احنا يعني ندعم كل الفعاليات اللي ترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للتصميم والأزياء في العالم. فوذر يعني احتفائهم بالمواهب المحلية والعربية والاشراكهم للمجتمع العالمي في فعاليات مثل هذه في مدينة دبي اللي ممكن تنمي وتطور المجال. جميل. طيب إيش الأبرز الفعاليات اللي حتكون في هذا الأسبوع بالإضافة للفاشن شو؟ طبعاً منصة العرض اللي هي راح يشارك فيها 30 مصممين الأزياء الموجودين في الشرق الأوسط والمقيمين والمحليين. في عندنا مصممين من السعودية، مشاعل الراجحي، من عمان، العلامة التجارية اندماج، من الإمارات زارينا، مدية الشرقي وفاطمة الفردان، وغيرها من المواهب المحلية ولا المقيمين. من العرب من حيكون موجود؟ في من لبنان داني ثابت، وفي اليو أبو فيصل بعد من المصممين الواعدين من لبنان، وزيد فاروقي وغيرها طبعا. وفي من المصممين اللي هم في الأوت كوتور مثل أماتو ومايكل سينكو، واللي نعرفه الفترة الأخيرة طبعا بمشاركتهم ووجود تصاميمهم على السجادة الحمراء ومع الفنانين العالميين مثل ليدي غاغا ولا جينيفر لوبيز وغيرهم من الفنانين العالميين. جميل. وغيره في اللي هو الجلسات والحوارات النقاشية، وركزنا احنا كشريك استراتيجي هالسنة لفاشن فورورد على الخبرات العالمية والمحلية اللي راح تناقش مواضيع هامة في المجال هذا. طيب بالنسبة للخدمات اللي توفرونها والتسهيلات اللي توفروها للمصممين كيف راح تكون؟ في فاشن فورورد ولا في حي دبي للتصميم؟ حي دبي وفاشن فورورد بشكل عام. طبعا حي دبي للتصميم يعتبر يعني منصة احنا نفخر انه بوجود المواهب المحلية والعربية انهم يراون تصاميمهم للعالم. واعتقد وجودهم بجانب الشركات العالمية في حي دبي للتصميم فرصة بعد أنهم ممكن يستفيدون منها في وجودهم هناك. فطبعا تسهيلات وذر في أنهم يأسسون شركاتهم وأنهم يعرضون مشاريعهم على الشركات العالمية وغيره طبعا من التسهيلات. جميل. هل تطمح دبي خلال هذا الأسبوع أنها تدخل اسمها من ضمن أسماء المدن العالمية للموضة؟ طبعا أنا أعتقد فعالية مثل فاشن فورورد اللي برزت الفترة الأخيرة بكونها من أبرز الفعاليات على الأجندة المحلية والعربية طبعا، وطبعا بوجود المواهب اللي تكرر مشاركتها، وجود دعم من حوذر من حي دبي للتصميم والمجلس دبي للتصميم والأزياء والحكومة طبعاً على المشاريع مثل هذه طبعاً راح تؤدي إن شاء الله إلى قريباً أن دبي تكون مركز عالمي للتصميم والأزياء.
إن شاء الله. نتمنى لكم فعلا التوفيق. أنا متحمسة من الآن أشوف أحضر الفاشن شو. إن شاء الله حاضرين بإذن الله، يعني في عرض مشاعل الراشحة بإذن الله. إن شاء الله. أنا بالنسبة لي ممكن أحضر مشاعل راشحة والباقي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية ميثاء السويدي، مديرة إدارة تطوير الأعمال في حي دبي للتصميم، كانت معنا اليوم.